صح ولا لسه؟ أنا عم بستناك لتكتب الكلمة. بتعرفوا هذا المشهد؟ عشتوه بطفولتكم أو عم تعيشوه هلأ مع أطفالكم؟ خليني أخبركم إنه الدماغ الخايف ما بيتعلم، لأنه وظيفة دماغ الإنسان بالأصل مو التعلم، وظيفة دماغ الإنسان هي الحماية. الإنسان الأول اتعلم الصيد لأنه بيحميه من الجوع، يعني بيحميه من الموت، ومستمر لحد اليوم الإنسان يتعلم الأشياء اللي بتحميه. فطفلك اللي قاعد مقابلك وانت ماسكة بإيدك مسطرة أو أي أداة تانية عم تهددي فيها ليكتب الكلمة صح، هذا الطفل خايف. حاليا تفكيره الوحيد فقط هو كيف يحمي نفسه من العنف اللي ممكن يجي منك. يمكن يكتب الجواب صح، بس الأكيد إنه هذا الطفل ما رح يجيب علامة منيحة بالامتحان، وإذا جاب علامة منيحة بالامتحان فالأكيد إنه هو ما تعلم بطريقة صحيحة ولا رح يستفيد من هذا التعلم بحياته. تذكري دوما واحد، إنه دماغ الإنسان وظيفته الحماية، فالطفل الخايف مستحيل يتعلم. اثنين والأهم، إنه ابتسامة طفلك وصحته النفسية أهم من كل الشهادات التعليمية اللي ممكن يحققها بحياته.